إن شاء الله. على كل الأحوال أنتقل مع حضراتكم أيضا لخبر آخر مشاهدينا. أصيب 3 مجندين بالأمن المركزي في هجوم مسلح على حافلة كانت تقلهم صباح اليوم على الطريق الدولي العريش رفح بالشيخ زويد بشمال سيناء. قالت مصادر أمنية لرويترز أن مسلحين مجهولين قاموا بمهاجمة حافلة تقل جنودا من الأمن المركزي بالشيخ زويد على الطريق الدولي، وأطلقوا قذيفة RPG ووابلا من الرصاص على الحافلة. أضافت أنه تم الرد على المهاجمين الذين فروا هاربين، مما أسفر عن إصابة 3 مجندين، وبتستمر القوات المسلحة بالتعاون مع قوات الشرطة في شن حملاتها الأمنية في سيناء للقضاء على البؤر الإجرامية والعناصر الإرهابية. هذا وقامت أيضا السلطات المصرية بفتح معبر رفح البري مع قطاع غزة جزئيا للسفر في الاتجاهين، وأعلنت وزارة الداخلية في حكومة حركة حماس المقالة إن السفر عبر المعبر مخصص لعبور مرضى وطلبة عالقين وأصحاب الإقامات الخارجية، ومن المقرر أن يستمر تشغيل المعبر حتى نهاية الأسبوع الجاري. ويشهد المعبر مصاعب كبيرة في عمله خلال الأشهر الماضية بسبب الأوضاع الأمنية في شبه جزيرة سيناء المصرية. مزيد من التفاصيل بينضم لنا أحمد أبو دراع مدير مكتب المصري اليوم بشمال سيناء. أستاذ أحمد برحب بيك في الحياة الآن والتفاصيل من عندك، اتفضل من الناحية الأمنية. من الناحية الأمنية صباح اليوم قام عدد من المسلحين باستهداف حافلة جنود أمن في مدينة الشيخ زويد، وقاموا بإطلاق النار بشكل كثيف على الحافلة. أسفر إطلاق النار عن إصابة 3 مجندين اليوم بشمال سيناء.